مش هدف. انا اعتقد انه واحد من الاهداف اللي يعني كان فيها اصرار، هذا الرجل اراد الوجود في هذا الحدث ولازم يحط له لمسه. منه تاليسكا. تخلص من كريستيانو ويجيك تاليسكا ما شاء الله. والمشكله ابو بدر الان جمهور النصر ايه هيقول يعني تاليسكا كريستيانو مع مين؟ انت عارف فاكر الفيلم المصري ذاك اللي دخل مغاره قال ذهب مرجان ياقوت احمدك يا رب. فهم الحين حنقز يعني. وللامانه يعني النصر زي ما تفضلت ابو بدر الله يعين الفرق عليه اللي جايه اللي تقابل النصر الله يعينه. الحين تلاقي واحد نصراوي يقول يا اخي قولوا ما شاء الله يا رجل ما ينفع فيكم العين ما ينفع فيكم عين خلاص ما ينفع فيكم عين ما ينفع فيكم عين خلاص. لا لا صراحه شيء حقيقه عمل ممتاز وتاليسكا نجم ولكن كريستيانو رونالدو هذا نجم من النجوم يعني حقيقه انا احبه لكن اليوم انا لما يلعب الاتحاد وكريستيانو رونالدو هو النصر بالتاكيد يعني انت لو مدرب مدرب الاتحاد ومباراته قدام النصر بتقول للعيبه ايش امسك مين ولا مين اي والله صدقت والله صدقت كريستيانو حتى اليوم مارتينيز شايف كيف عمل مباراه ما شاء الله الكل كان عند مستوى الحدث. انا اقول لك النصر بطل دوري الشتاء يا راجل بطل دوري الشتاء بس انا بعد مباراه ما بعد الشتاء ما انا بعد مباراه الاتفاق اقول لك لا لا بطل دوري الشتاء ابو بدر بس ما بعد دوري الشتاء شوف بعد مباراه الاتفاق مع النصر ومباراه الطائي مع الاتحاد اقول لك اتبين الامور. لا انا من الان اقول لك بطل دوري الشتاء بطل ايش دوري بطل الشتاء ما في دوري بطل الشتاء بطل دوري الشتاء بطل الشتاء يعني النصر النصر لكن ما بعد الشتاء لا في كلام ثاني راح الشتاء وجاء الشتاء. اللقاء هذا رغم ان تجمعوا في يوم مع مدرب جديد توضح لك النضج الكبير اللي يمتلكه أول شيء دورينا ونجومنا السعوديين وحتى نجومنا الأجانب اللي بصراحة صنعوا الفارق. شوف كيف التكافؤ الكبير مع باريس سان جيرمان شفنا كيف القيمة الكبيرة. نتكلم على تاليسكا مجموعة حلول من نزول أبو بدر أكثر من سدد على المرمى نتكلم عن 6 تسديدات في شوط. الهدف يوضح لك أول شيء المراوغة يوضح لك الرؤية يوضح لك حتى بصراحة اختيار الزاوية بشكل مميز فبصراحة هداف من طراز نادر. على الهاشتاج مجلس إدارة نادي الاتحاد بعد المباراة مع زميلنا وليد الخضير. اللهم لك الحمد فضل من الله عز وجل تكتيك المدرب ومجهود إخواني اللاعبين اليوم كان مثل ما أنت شفتم نتيجة ومستوى الحمد لله نتقدم إن شاء الله في الدوري الآن إن شاء الله إحنا الأول متصدرين مؤقتا وبإذن الله تعالى نكمل في المنافسة مثل ما إحنا عودنا الناس دائما. طيب رئيس وش قصة كثرة الإصابات في لاعبين الاتحاد؟ ما في بالعكس كثرة إصابات أنت عندك مشاركات عالية جدا تشوف الشهر هذا كم مباراة الاتحاد لعب ترى جهد عالي جدا ويعطيهم العافية على الجهد اللي هم قدموه بالعكس الحمد لله. يعني زي الشنقيطي يعني كان بيشارك اصابه خليته يقعد احتياط بالعكس راحه ما في اصابه ولا شيء بعدين دائما نركز على الاشياء الايجابيه لا تركزوا على الاشياء السلبيه الاشياء الايجابيه كثير الحمد لله فهذا الاتحاد وتعودنا عليه دائم وللاسف يعني الناس اللي دائما تحب تنشر اخبار سلبيه الحين مين رئيس النادي مين اداره النادي مين مدرب النادي كل الناس موجوده ما في اي شيء من هذا الامور صدقني لو في شيء بيطلع احنا اول الناس اللي بنكون بادرين فيه وبنوضح للجماهير وش اسباب الابتعاد اذا كان موجود اسباب الابتعاد. لما يروح رئيس نادي خاصه فرنسا هالايام هذه فيها تعقدات كثير. انت كنت موجود في فرنسا الى امس. اي نعم وصلت اليوم. الله يسلمك. الله يسلمك ان شاء الله. هل فعلا في مفاوضات رئيس؟ لا بالعكس هذه امور خاصه ان شاء الله شوف لازم تعرف شيء الحراك الرياضي الان في المملكه العربيه السعوديه قائم على اكمل وجه، قياده وزاره الرياضه سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل صدقني ما راح يعني يقصرون في اي شيء تحتاجه الانديه السعوديه، ما شاء الله تبارك الله من متى انت تشوف لاعبين بهذا الحجم يجون يلعبون عندنا في المملكه العربيه السعوديه شفنا قبل السوبر الاسباني وشفنا قبل السوبر الايطالي وبنشوف ان شاء الله الاسبوع الجاي السوبر السعودي، الحراك قوي جدا ان شاء الله ان احنا نواكبه. عندي بس رسالة بسيطة جماهيرنا الغالية ترى أنتم يعني رقم واحد بالنسبة لنا
اعتبكم وصلنا، وصدقوني انتم متعودين ان الاتحاد يكون دائما الاول، الحمد لله ترى الاتحاد قاعد ينافس الان في مرحله فريقك بينافس، لازم توقف جنبه واخر الموسم ان شاء الله كل حاجه حديث. كريستيانو رونالدو يعني في النصر، وشفنا شعبيه النصر يعني والمتابعه من كل مكان، في اسماء كثيره قالت انها بتجي نادي الاتحاد، يعني هل في فعل اسم يعني مقرب ممكن يكون موجود في نادي؟ انا توني قلت لك هذه امور ان شاء الله، لا هذه سابق لاوانها ان شاء الله باذن الله، في كل حاجه حديث وقتها ان شاء الله. اللي ما قاله طبعا انمار على قولته نصيبكم في العشاء محفوظ، لا تخافون يا الاتحاديه انتم والهلال نصيبكم محفوظ حتى الفتره الصيفيه، افهمها عاد بطريقتك. اذكركم مره ثانيه مباريات الجمعه غدا، الخليج مع الرائد، ضمك مع الفتح، والتعاون مع الشباب يوم، وايضا وحده مع الطائي، هذه كلها يوم الجمعة، أربع مباريات يوم الجمعة، الخليج الرائد، ضمك الفتح، التعاون الشباب، والوحدة مع الطائي. يوم الأحد مباراتين، عندنا الهلال مع أبها 6:30 مساء، والنصر مع الاتفاق في الرياض 8:30 مساء. الترتيب الهدافين، أندرسون تاليسكا ينفرد بصدارة الترتيب ب 11 هدف، عبد الرزاق حمد الله قرب من النصر، هو المنافس الوحيد بتسعة أهداف وبفارق هدفين، إيقالو الثالث 8 أهداف، كارلوس جونيور من الشباب الرابع ب7 أهداف، ونواكيمي من الفيحاء 6 أهداف في المرتبة الخامسة. نشوف مع الدكتور سلطان مباراة اليوم اللي جمعت الاتحاد مع الفيحاء. من أفضل مباريات الاتحاد تكتيكيا وحتى على المستوى الهجومي، أنهى المباراة في شوط واحد بثلاثية، هي الأولى للاتحاد اللي سجلها في الشوط الأول في كل مباريات الاتحاد هذا الموسم، الشوط الأول لم يسجل أعلى من هدف واحد. سببها أعتقد التوظيف السليم لعناصر فريق الاتحاد، وأتكلم عن ثنائية هنريكي مع طارق حامد، والحرية وتوظيف كورنادو كصانع لعب اللي كان أحد أهم نجوم المباراة واللي صنع حلول هجومية أعلى، وهذا ما أثمر عنه الحال الهجومي للاتحاد خاصة في الشوط الأول. لو نشوف يعني وسط الاتحاد كان في تقارب كبير، وفي تقارب كبير الحال الهجومي يمنح أي تحول هجومي، تخيل في هذه المباراة بدون أي تسديدة على مرماه رجع الاتحاد لما قبل فترة التوقف لما كان عنده صلابة دفاعية، واللي أعتقد أساسها الضغط العكسي في ملعب المنافس، وهذا الشيء صنعه التقارب الكبير لخطوط فريق الاتحادي. وشوف الهدف هذا أكثر من 8 لاعبين في الثلث الأخير، شوف التقارب كيف، شوف حتى في حال قطع الكرة ارتدت واستقبلها هارون كامار وسجلها، توضح لك أنه بهذا الضغط وبهذا التوظيف وبهذه التوليفة الاتحاد على المستوى الهجومي صنع حلول هجومية أكبر، وحتى على الحالة الدفاعي أصبح أمام بشكل كبير. بالنسبة للفيحة أعتقد التحولات الهجومية كانت في أقل أداء، غياب نواكيمي في الشوط الأول وعدم جاهزيته كان واضح حتى في الشوط الثاني، الفيحة اللي في 6 مباريات بعد فترة التوقف في كلها لم يخسر، اليوم يخسر في شوط بثلاثية، في كل المباريات الستة كل مباراة كان يسجل على الأقل هدفين، اليوم لا يقدر أن يصل المباراة، توضح لك القيمة الكبيرة للتوظيف اللي صنعه. تكلم عن سانتو في هذه المباراة، أكثر ما تعجب من سانتو بالنسبة للعبود اللي المباراة الثانية على التوالي يدخل ويخرج، إذا كان أعتقد ما أدري هذا عن جاهزيته، ولكن في حال إذا لم يكن جاهز، تكلم عن المباراة هذه دخل في الدقيقة 46 وخرج في الدقيقة 85، مباراة الباطن دخل بديل للناشري بعد هدف الباطن وخرج في الدقيقة 80، فأعتقد هل هو حال إصابة؟ هل هو جاهز؟ إذا كان جاهز شفنا كيف اليوم فضل كامارا عليه، اللي اليوم كامارا بصراحة صنع حلول هجومية أعلى، أعتقد حتى تغيير روما قلل الحلول الهجومية للاتحاد، ولكن ممكن حال إصابة أو شعور بإصابة، ولكن في المجمل أعتقد أنها من أجمل مباريات الاتحاد، واللي أساسها برأيي توظيف خط الوسط بأمان دفاعي وبقيمة كبيرة لصناعة اللعب من كورنادو. الأنمار الحالي رأيك مباراة زي هذه دكتور سلطان، يعني مباراة استعراضية، يفترض أنها تكون مباراة يعني شبه مباريات اعتزال، مباراة من العيار الثقيل، كأنك تشوف مباراة في دوري أبطال أوروبا. صحيح، توقع البعض أنها تكون مباراة استعراضية، مباراة تكريمية، ولكن اللقاء كان في ندية حاضرة من أول دقيقة في مجرياته، لقاء بصراحة فوق الخيال، مثل ما موسم الرياض فوق الخيال، فوق الخيال بنجومه، فوق الخيال بجمهوره، فوق الخيال حتى بأحداثه. تكلم حتى قيمة اللاعب السعودي والمحترف في داخل الأندية السعودية مقارنة بفريق مثل باريس سان جيرمان، شفنا كيف التقارب الكبير، شفنا كيف الأداء التكتيكي العالي، شفنا كيف حتى الانضباط على الرغم أنها مباراة
تكلم عن مباراة استعراضية يعني مفترض تكون، ولكن الأداء اللي شفناه، النتيجة، الأهداف، التحولات الهجومية لكل فريق، تحولات حتى مجريات المباراة توضح لك أنها من أجمل المباريات بقيمة النجوم اللي موجودة فيها. أتكلم عن ميسي يسجل، رونالدو يعود، إمبابي يسجل، شفنا كيف تاليسكا يسجل، بصراحة مباراة ولا أروع بقيمة النجوم اللي يمتلكونها، بقيمة الحدث. نشكر بصراحة هيئة الترفيه على هذا الحدث، نشكر بلدنا على هذا التنظيم اللي أصبح بصراحة الرياض قبلة كل الأحداث الرياضية. شفنا كيف السوبر الإسباني، السوبر الإيطالي، اليوم هذه المباراة التاريخية توضح لك القيمة الكبيرة اللي وصلت لها رياضتنا بدعم قيادتنا اللي بصراحة كان الدعم واضح حتى في نتائجها وحتى في قيمة لاعبينها، وبإذن الله إلى الأمام بلدنا. مين أحسن لاعب كان اليوم؟ برأيي كريستيانو. مجاملة يعني ولا؟ لا، برأيي كريستيانو. شنو ولدنا يعني ولا؟ كريستيانو كريستيانو في أول ظهور له توقع الأغلب إنه يكون ينتظر يعني ينتظر من يوصل له الكرة. شفنا كيف شغفه اليوم، شفنا كيف أدوار الدفاعية قبل الهجومية، شفنا كيف تمركزه، شفنا كيف حتى الهدف اللي سجله برأسية، وشفنا كيف حتى الرياكشن وردة الفعل بعد عودة الكرة من القائم توضح لك قيمة هذا النجم والجاهزية اللي حضر فيها اللي ما هي غريبة على هذا النجم. بالنسبة للهلال، طبعا الهلاليين الآن يترقبون استكمال عناصر فريقهم. الآن في خبر بلغنا الآن أنه كابتن سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي وقائد نادي الهلال راح يقود فريق الهلال في مباراته أمام الفيحاء يوم 26 يناير الجاري، يعني بعد حوالي أسبوع من الآن راح تكون عودة الكابتن سلمان الفرج مع فريق الهلال في مباراة نصف النهائي في السوبر السعودي اللي راح تقام يوم 26 يناير الجاري. طبعاً عودة سلمان الفرج أيضاً راح تشكل إضافة كبيرة للهلال. أكيد في إضافة كبيرة، وحتصنع حلول هجومية أعلى اللي عن يعني عن الهلال في الفترة الماضية من حلول هجومية. أعتقد سلمان حيكون حل كبير وإضافة كبيرة لهذا الفريق. الهاشتاج في حفلة، هاشتاج البرنامج في تويتر، ها يلا يا شباب، هاشتاج البرنامج في تويتر هاشتاج أكشن أندرسكور مع أندرسكور وليد. حفلة أقرأ لكم. ناصر الكثيري: بتنظلوننا، الله يكفينا شركم. لا لا تخاف، أنتوا مقاومين لأي نظل، خلاص ما موضوعكم تجاوز. يعني جيب لي أحسن واحد ينظل حطه اليوم في استاد مكفاه الدولي وقل أقعد طالع في ميسي، والله بيك طالع لين تطيح عيونه. بعض الناس ما تمشي اللي علينا بس عيونهم. طيب علي السهيمي يقول: وجود تاليسكا وكريستيانو في فريق واحد راح يسبب مشاكل بينهم وليس مشاكل للأندية، هذه تحت بند الأمنيات عندما تتحول إلى معلومات. روح داك يقول: تطبيل لتاليسكا ورونالدو، مو تنتظرون مباراة السوبر بين النصر والاتحاد على الأقل؟ أنتظر إيش؟ أنتظر إيش؟ أقول وراي: اللهم أني لا أسألك رد القضاء. يعني دولي جايبين محركات ألمانية، ما في بالديزل وبال لا 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 لا، دولي طاقة نووية، الله يكفينا الشر.